مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى السراء الحكومي لاستماع إلى كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتناول آخر تطورات بهذا الموضوع. سلسلة ترتب الرواتب أقرت في جلسة مجلس وزراء ب 17 أيلول وتبدأ سريانة ب 1/7/2012، فبالتالي المستفيدين من سلسلة ترتب الرواتب ما عم بيروح عليهم شيء ولا في أي مماطلة بالموضوع أو كأنه نحن عم نربح وقت على حسابهم. إضافة لذلك أقرينا دفع غلاء المعيشة ابتداء من 1/2/2012، فبدأت تدفع غلاء المعيشة من آخر شهر أيلول، بلشت تدفع ودفعت في معظم الإدارات المحلية. فبالتالي اليوم ما في أي تقصير من هذا الجانب، وكل ما يقال وكل الضجيج اللي عم بيطلع انه كانه نحن عم نجرب نماطل وعم نربح وقت، من الوقت بلشت الساعه تنعد من 1/7/2012 ومن 1/2 ودفعنا كمان المفعول الرجعي كاملا بشهر ايلول. الحكومه بدها تشوف الموضوع موضوع شامل وكامل، ما بنقدر نشوفه من طرف واحد. نحن مزبوط عم نطلع على الجانب الاجتماعي وأنصاف الموظفين والمعلمين والقطاع والسلك العسكري وكل شيء، ولكن بنفس الوقت بدنا نشوف عدة أمور وارتداداتها على الاقتصاد بشكل عام، ارتدادها النقدي، ارتدادها الاقتصادي، وهيدا كلياته عم ناخده بعين الاعتبار لحتى نشوفه بشكل عام. حقيقة الحكومة صارت عقد عدة اجتماعات للنظر بموضوع الواردات. موضوع الواردات بلشنا نبحث فيهم، وبقدر أقول أكثر من 90% صرنا متوافقين عليهم. الواردات ما في تقريبا شيء بيصيب الطبقات ما دون الوسطى ولا بشكل من الأشكال. نحن عم نطلع على الواردات اللي هي عم نجي نقول إذا حطينا ضريبة على الأرباح العقارية، في ثغرة بالقانون من زمان، الأرباح العقارية مش خاضعة للضريبة. عم نقول اللي بيشتري أرض وبيبيع ربح بيدفع ضريبة دخل، فما لا تصيب إلا إذا ربح وإذا باع، فبالتالي ولا 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 بتكون في نوع من أضرار للطبقات الوسطى أو مدون. فعلى هذا الطراز اليوم نحن عم نشوف موضوع الضرائب. الضرائب الواردات المقدرة من الضرائب اللي مبارح مجلس وزراء اطلع عليها بحدود 2,000 مليار، نحن عم نطلع كمان نشوف إذا في أبواب أخرى نقدر نتطرق لها ونقدر نشوفها، لأنه بيكون عم نعمل إصلاح كامل لحتى التخفيف من عجز الموازنة، لأنه حتما قيمة سلسلة الرتب والرواتب مع غلاء المعيشة مدون 2,000 مليار. عم نشوف الموضوع لحتى بنفس الوقت نكون عملنا انهاء لموضوع الموازنة تبع 2013 كمان بنفس الوقت. ما طلب هيئة التنسيق انه لا للتقسيط، نحن كمان عنا الاثر الثاني، الاثر النقدي والتضخمي. ما لا يمكن في استحالة نقدر ندفع كل المبالغ فورا وعند استحقاق، مشان هيك عملنا تقسيط أقرنا لهم بحقهم، ونحن خلال المفاوضات قلنا هالشي وقالوا ما عنا مانع إذا أقريتونا بالحق أن نكون بالتقسيط. وأكثر من هيك نحن كنا فينا نقسط غلاء المعيشة ونقسط بنفس الوقت سلسلة رتب والرواتب. غلاء المعيشة قلنا لا، دفعناها فورا وكلياتها، وسلسلة رتب والرواتب عم نقسطها للأربع سنوات القادمة. هالشي بخفف من التضخم، بخفف من أي عدم استقرار بالسياسة النقدية. هون بقول الصورة الكاملة عنا إياها هي المحافظة على الاستقرار النقدي. اليوم مزبوط عم بيصير إضراب، ولكن الإضراب ضمن استقرار نقدي وضمن الأمور ممسوكة. لا سمح الله إذا الاستقرار النقدي ما كان مأمن وفي إضرابات مستمرة، هون ساعتها بيكون الانهيار الكامل، وبالتالي هذه مسؤولية
نحن نتمنى من كل مواطن لبناني يشعر بهذه المسؤولية معنا. نحن مش عم نكترث للإضرابات، بالعكس الإضراب حق، نحن عم نكترث، ولكن نفس الوقت كل مواطن لازم يعرف أنه هذه المسؤولية مسؤولية الدولة، مسؤولية الصورة كلها كاملة وشاملة. لا يمكن ولا نستطيع أنه نحن أن نتجاوز ندفع كل المبالغ فورا، ولا نقدر نعمل قر سلسلة الرتب والرواتب ونوديها على مجلس النواب بدون واردات، وهن مطلبهم كمان أنه ودوها بدون واردات وبدون ضرائب جديدة. برجع كمان كرر، الضرائب الجديدة ما بتطال الطبقات الوسطى ومدوى. فبحب نحن عم نتابع الموضوع، عم نتابعه بهدوء وعم نتابعه بنظرة كاملة مع التزامنا بسلسلة الرتب والرواتب المكررة، ولكن بنفس الوقت ما مستعدين ولا بشكل من الأشكال نعرض أي أمر نقدي واجتماعي لأي مخاطر. هون عم نتبعها وعم نشوف الواردات وعم نشوف بطريقة أنه يأثر، واتصالاتنا مع المختلف الأطراف الاقتصادية ومصرف لبنان وطبعا بمتابعة مع وزارة المالية لحتى نقدر نحافظ على هالموضوع محافظة كاملة. دولة الرئيس الاعتراض عم بيكون على التقسيط خوفا من أن تأكل غلاء الأسعار، يأكل هذه الزيادة بشكل تدريجي. في كل مرة كان يصار إلى زيادة الرواتب يأتي غلاء الأسعار ويأكلها، والدولة تقول أنها ستقوم بمراقبة وبمحاسبة لكن لم يتم ذلك. في هذه المرة ما هي الضمانات بأن لا يأكل التقسيط السلسلة جراء الغلاء؟ نحن ما هو الغلاء وين عم بيصير؟ من التضخم اللي بيصير. إذا كل هالكتلة النقدية نزلت بوقت واحد على السوق المالي وعلى السوق الاقتصادي، ساعتها بيصير تضخم أكثر. ونحن لحتى نحد من وتيرة التضخم ونضلنا محافظين على الاستقرار النقدي، مش هناك عم نعمل موضوع التقسيط. الغلاء نحن بنعرفه وعم نتابعه، وفي حماية المستهلك كلها عم تنحط. الأسواق موجودة وأسواق حرة، ولكن لن نتقاعس ولا بشكل من الأشكال إلا متابعة الموضوع والمحافظة على 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 الأسعار وعدم الغلاء. إذا عم نجي نشوف التضخم اللي صار من رأس السنة لهلأ، رغم أنه زدنا للقطاع الخاص، للموظفين القطاع الخاص، لعمال القطاع الخاص والمستخدمين بالقطاع الخاص، وأعطينا غلاء المعيشة، لا يزال نسبة التضخم ونسبة الغلاء مقبولة بشكل عام. دكتور الرئيس، البعض اليوم تحدث الوعد تحدث اليوم أنه الإضرابات الأخيرة أو اللي حصلت أو اللي ممكن تحصل هي بمثابة كلمة سر سياسية لتطهير الحكومة من بعد ما وقفك الأخيرة وزياراتك إلى الخارج. يعني أنا بعتقد إذا يعني ندائي هون كمان بياخد مناسبة، إذا كان حدا بيعتقد أنه بتطهير الحكومة بتنقر سلسلة الرتب والرواتب بيكون مخطئ، لأنه إذا صار في فراغ ما في بقى سلسلة ترتب الرواتب. نحن من هون كمان خلي يكونوا واعيين لهالموضوع، انه نحن كلنا عم نتعاون لنوصل لحل. يعني عم نأكد هالشيء، سلسلة ترتب الرواتب قريناها ومن 1/7 وما في شيء حيروح لهم، والاضرابات ما لزوم، والعام الدراسي مهم للكل، وهن هدول مسؤولين وعم بيعلموا اجيال جديده وعم بيعلموا اولادنا، وبالتالي بتمنى عليهم انه يعيدوا النظر بهذا الموضوع. ما حقهم بالاضراب، انا مش عم بقول اي شيء، ولكن بتمنى اعاده النظر، لانه الامور سائره نحو الحل، مش الحل تحت اي ضغط من قبلهم. الحل عم بيكون لانه عم ندرس الموضوع شامل وكامل. فالموضوع ما بعتقد أنا موضوع بالسياسة، موضوع أنا عم بحط إذا كان بالسياسة عم بقول هن يعني مش مفيد لقالهم هالشي. أما إذا عم نحكي بالاقتصاد، الاقتصاد بدنا نشوفه شامل وكامل، ولا يمكن أن نرى الاقتصاد من زاوية واحدة، عم نشوفه من كل النواحي، عم ناخد كل الموضوع، الأثر النقدي، الأثر الاقتصادي، التعويضات، نهاية تعويضات المتقاعدين، تعويضات متقاعدين هي هلأ نحن صراحة بقول لك أنا بهالحكومة أحسن شيء نبيض وشنا ونعمل الزيادات ونقول خلاص مشي، لأنه ما حيبين شيء أثر هذه الزيادة بالمدى القصير.
أثر هذه الزيادة بتبين مخاطرها في المدى في السنوات القادمة. وبالتالي نحن مش مهم أنه نزيد كرة النار على غيرنا، عم نتحملها لحتى نقدر نحافظ على هذا الاستقرار. عم نشوف شو عم بيصير بدول أكبر منا بكتير واقتصادها أهم منا بكتير، بدول أوروبية شو عم بيصير. هل نحن ممكن نمشي عكس نحن؟ هل نحن أشطر وأسكى من كل هالعالم؟ هالشي بده يتاخد برواق وبتريث. وبرجاء أنا برجع بطلب من الكل ومن كل المواطنين عم خطبهم اليوم لحتى يكون عندنا الوعي الكافي لهالأمر. عفوا دولة الرئيس، يعني اليوم شفنا أنه بعد الرسوم والضرائب في شيء منا بيطال شرائح الناس اللي هي دون الطبقة الوسطى، يعني مثل مثلا الفوائد على المصارف الضريبة بدها تزيد، يعني اللي في عنده يعني عنده مبالغ بسيطة محدودة مثلا بدها تزيد عليهم هذه الضريبة على الفوائد. في مثل مثلا كتاب العدول في كمان رسوم زيادة كمان، وكل الناس هيدي بتروح لعند كاتب العدل كل يوم بتشوف عنده عشرات الناس عم بيسوي وكالات او عم بيسوي اجراءات عليها رسوم. اذا يعني اللي عم نشوفه بعض هذه الضرائب الرسوم بالعكس عم تطال الشريحة الفقيرة او الطبقة الوسطى وما دون، بينما في شكوى انه الضرائب او الرسوم على الشركات الكبيرة وعلى المصارف حتى أرباح المصارف مش عم تطالع هيدي. شكرا. أول شيء نحن بدنا نحافظ على الاستقرار الضريبي، ما بنقدر ولا بشكل أنه نغير كل سنة أو كل فترة ضريبة وخاصة ضريبة الدخل. فبالتالي هذا الموضوع وقت عم نقول على الشركات الكبيرة أو على الشركات الصغيرة ما بيصير يكون في تمييز بين بضريبة الدخل بين شركة وشركة، وعادة بيكون يمكن ربما في على شريحة معينة من الدخل بيكون في ضريبة الدخل، ولكن نحن قررنا أنه تبقى ضريبة الدخل كما هي من 10 سنوات الماضية ولا تغيير عليها. لأن هذه إشارة اقتصادية عن الاستقرار التشريعي بموضوع الضرائب. موضوع بعتقد يعني بالسؤال في تناول انه المصارف عم تصيب الصغير وليش ما عم تطالوا المصارف. تصور هون الموضوع انه نحن وقت عم نزيد واحدة من الاقتراحات المحطوطة هي زيادة الضريبة على الودائع، ضريبة على الفوائد الودائع المصرفية من 5% ل 7%. صار في شرح مطول لهالموضوع، هل ممكن نحن منحط سقف للحساب؟ فقلنا بعدين ربما بيصفوا بينقسموا على كذا على عدة حسابات، يعني مثلا إذا حطينا لا تطال الضريبة الحسابات أقل من $50,000 مثلا عم بعطي، في ساعتها اللي معه مصاري أكتر بيحط عدة حسابات باسم $50,000 ولا تطال، بيصير في تهرب سهل من الضريبة. ولكن نحن الموضوع بقول بخصوص الضرائب الحكم عليها عند حقيقة إقرار نهائي مجلس وزراء. يعني أنا حأعطي مثل صغير عن موضوع كيف قدرنا نطلع من هالموضوع تبع الضريبة على الفائدة للحفاظ على أصحاب الدخل المحدود اللي عندهم اللي عم بيعيشوا أحيانا من فائدتهم. في اقتراح بعد ما صار، مش هيك عم بقول فكرة، أن لا تطال الزيادة الودائع بالليرة اللبناني، فقط الزيادة تكون على الودائع بالنقد الأجنبي، فقط الضريبة بتكون على الودائع، زيادة الضريبة على الودائع في النقد الأجنبي. فإذا ما بتطال اللبناني هيدا تمسك أكثر بالنقد وبالموضوع. ومثل ما قال بتكون عم بتخفف الدولار وعم بتبعت الناس على الليرة، بتكون حامي الاستقرار النقدي، مش هيك؟ طيب شكرا. دولة الرئيس عم تحكي حضرتك انه اليوم الضرائب اللي او دراسة الحكومة للمصادر التمويل عم تاخده بالاعتبار انه تراعون الشرائح المتوسطة والصغيرة تما تصيبها، وهذا واضح طبعا بسنة انتخابية ما حدا عنده مصلحة انه مثل ما كان كل الوزراء عم بيقولوا بقلب الجلسة. طيب بس انتوا عم تاخدوا بالاعتبار بنفس الوقت انه بدكم ضرائب كمان تراعي الاقتصاد والاستقرار النقدي. اليوم السلة الضريبية المقترحة وزير المال وعم تدرسوها لا تراعي الاقتصاد. نحن اليوم بنمو 2% وممكن يكون التوقع انه تتحقق اقل من هيك. شو مخاطرها الحقيقية على الاقتصاد وطالبين انه يجي الحاكم صحيح يحضر؟ فاذا هيدي النقطة ما عم بتراعوها. تاني شغلة معلي، يعني ثلاث سؤالات. قلتوا لن نخضع لتهديد الأساتذة بالإضرابات، شو بدكم تعملوا؟ وهل ثالث سؤال، اليوم رح تاخدوا هالإجراءات يمكن
تحتووا المشكلة النقابية وإنما ترموا الكرة في ملعب المجلس النيابي، علما أنه هي رح تكون سلة متكاملة عند درس موازنة 2013 وفي الوقت إنكم تقروها كلها. الموضوع بلش السؤال الأول، أول أنه لا تراعي الاقتصاد، يعني إلا مخاطر حقيقية صحيح. على الانكماش الاقتصادي صحيح. نحن اليوم عم نشوف من هون، عم بقول الضريبة، شرعية الضريبة، الضريبة عم نحطها نحن اليوم، إذا شخص بيربح بيدفع، عنده مردود عم بيعطيه، مش عم نعمل لا زيادة رسوم استهلاك ولا عم نعمل زيادة قيمة مضافة VAT لحتى نفش، وبالتالي هالأمور لا تشكل انكماش بالاقتصاد إضافي وأنك تسحبي مصاري من جيوب الناس كيف ما كان. أنت عم تعمليها فقط في حال الربح وحال الاقتصاد مشي، وهيدي أكثر شيء الكمية الكبرى للمبلغ الكبير اللي عم بيأتي من الضرائب عم بيعطي نتيجة أرباح ونتيجة شغل. فبالتالي هيدي هون نحن ما بنكون زدنا إضافة انكماش الاقتصاد. الموضوع الثاني توديته على مجلس النواب بهالمرحلة، نحن مش عم نزد، نحن عم نقول أكثر من هيك، نحن منا عم نحاول نزد كرة النار لبعد 3 سنين مشان معاشات التقاعد اللي بدها تصير عبء. ما حدا دول كبرى ما قدرت تقدر توقف بمعاشات التقاعد كليتها أن تكون. فبالتالي نحن مش عم نزد كرة النار على مجلس النواب، نحن عم نتعاون لحتى نودع مجلس النواب مشروع قانون يكون حقيقة قابل للتنفيذ. نعم، منشان كمان الموضوع الاقتصادي على السؤال الأول، نحن حنطلب بالجلسة القادمة أنه يحضر معنا حاكم مصرف لبنان لحتى يسمعوا الكل ونتحمل كليتنا المسؤولية إذا في أي لا سمح الله مخاطر على أي سياسة، على أي قرار بناخده. من هون عم نشوف الأثر الاقتصادي والأثر النقدي بالموضوع. في شو حالة تيت؟ أنا اللي عم بقول، أنا عم بقول في طبعا مع الموضوع في مواضيع إصلاحية، للموضوع الإدارة عم تنحط كمان معنا، كمان حنبحث فيها. ولكن أنا عم بقول نرضخ للتهديد، إني عم بقول لأنه عم ينقال إنه كأنه نحن غير مكترثين وفي إضراب بالبلد ومش سائلين. لا، نحن سائلين، بس من نحن مش حنعمل شيء تحت لأنه عم بيضربوا، نحن عم ندرسها على بهدوء لنطلع الموضوع بكل هدوء. دكتور الرئيس، يعني هو في إضراب، أنت شو بدك تقول للناس؟ يعني آخر شيء موضوعين الحكومة اليوم موضوعة، مش بس قدام هيئة التنسيق النقابية، يعني الهيئات الاقتصادية كلها يعني محذرة وعاملة مخاطر من الاقتصاد اللبناني. اليوم في إضراب، ليش الإضراب؟ بس أنا بدي أسأل سؤال للهيئات، ليش الإضراب؟ الإضراب بدها سلسلة ترتب الرواتب، مقرة، بدها عدم التقسيط، ما بنقدر ما نقسط ولا يمكن ما نقصر، ما بنقدر، مش ممكن ولا في شيء. ونحن حكينا معهم ونحن ما مشينا بهالموضوع إلا بالاجتماع مع اللجنة اللي كانت موجودة، وقلنا نحن في تنسيق القروة من 1/7 وما تعكلوا هم الموضوع. ثالث شيء، نحن ما قادرين أنه بدون نعمل سلسلة رتب الرواتب بدون واردات. فهني عم بيجي يقولوا لا ودوه على مجلس النواب بعدين بحسب الواردات. ما بعتقد هيدا أي شخص صفة رجل مسؤول بيقدر يقوم بهالموضوع بدون ما ناخد هالأمور بعين الاعتبار. فبالتالي أنا بقول لهم أنه نحن اللي بدكم إياه عم نعمله، ولكن عم نعمله بنفس الوقت المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي بالبلد، ونكون هنوصل للهدف اللي بدكم إياه، ولكن لحتى نقدر نأمن الواردات اللازمة ونأمن ما نعمل أي تضخم إضافي بالبلد. أنا اللي علينا عم نعمله، أكثر من هيك ما قادرين نعمل بالموضوع. دولة الرئيس، البعض يتهم الحكومة اليوم من بعد 13 شهر من إثارة هيدا الملف بأنها وكأنها تضع السلسلة يمكن حجة لجبر الأموال وتمويل موارد أخرى غير السلسلة، يعني سد العجز بالموازنة وغيرها. شو ردكم بهذا الموضوع؟ أول شيء نحن ما صرنا 13 شهر عم نحكي بالسلسلة. تاني شيء، نحن وقت بلشوا أثاره الهيئات النقابية غلاء المعيشة، لما عملنا بشهر شباط الماضي غلاء المعيشة للقطاع الخاص، نحن قلنا لهم وزارة المالية بالذات قالت نحن عم ندرس سلسلة رتب الرواتب. اليوم
انه احنا عم نحتاج لنعمل واردات اضافيه للخزينه، واردات اضافيه للخزينه، نحن عم نعمل واردات اول شيء للسلسله، وثاني شيء وقت نعمل للخزينه بنكون عم نخفف من العجز وبالتالي عم نخفف من الاستدانه، لأن الوضع الاقتصادي عارفينه كيف. ايلول الماضي نحن ما بلشنا نبحث بموضوع الغلاء المعيشي للقطاع الخاص، ما بلشنا نبحث للغلاء الخاص إلا بآخر يعني ما قريناها، ما بلشوا يحكوا قبل ما قرينا الاتحاد العمالي بشهر بعتقد، ووقتها صارت الإشكال واستقالة الوزير شرب النحاس، كل هالموضوع بعتقد كان بمطلع العام مش قبل، إذا يعني ذكرتي ما خانتي. دكتور رئيس، بخضم المشاكل المالية يعني بالبلد والمحاولة لا يعني ما يكون في عجز، يعني يقال انه دكتور رئيس ميقاتي انه اكثر شيء ارتاح انه يقدر ياخذ 100 مليون دولار للانماء في طرابلس، وكان هذا همه الاساسي بس الحصول على 100 مليون لطرابلس، والمواضيع الاخرى يمكن لا تعنيه التسريع فيها، فماذا ترد على هذه الاقاويل دكتور رئيس؟ شكرا. الموضوع له بالعادة كان يتاخذ لكل المناطق وما يتخذ لطرابلس، هالمرة اتخذ لطرابلس كمان لأنه اتخذ لغير مناطق، فبالتالي هيدي حجة مش بمحلها، وحتى لبقية المناطق ولا طرابلس بعد ما صرفنا المبالغ المضبوطة، لأن أنا حريص أن لا تصرف إلا في مكان المناسب، فبعتقد هيدي حجة مش بمحلها. دكتور رئيس، في ناس اعتبروا انه هذا الملف ضوى على موضوع الحاجة عند الدولة لإصلاح نظام الضريبة ككل وإصلاحات الموازنة اللي مفروض تقدم. في بعض الناس عم بيقولوا انه يمكن ما في جدية من الحكومة بهذا الصعيد، خاصة بعد حديث لجنة مال والموازنة انه الموازنة المقدمة إليها لا تراعي الإصلاحات التي أكرت عام 2010 أيام حكومة الحريري. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ ما فيني انكر انه بدنا إصلاحات ضرائبية وإصلاحات مالية أساسية انها تنعمل، ما في شك، ولكن اليوم الاصلاحات اللي عم نجرب نعمل، عندنا موازنات لست سبع سنوات الماضيه لم تقر، فاول شيء لازم ان تقر، ومن ثم يكون في توافق وطني عبر اجراءات اساسيه لتتاخذ في ما بنقدر ندلنا مرتاحين وبرياحه مثل ما نحن موجودين، في شد الحزام على الكل، فبالتالي اليوم بوجود هالانقسام في المجتمع اللبناني ما بنقدر هالقرارات تتاخد الا ما يكون في اجماع وفي يكون مؤتمر اقتصادي مهم، انا مسميه طائف اقتصادي لحتى نوضع الاسس الاساسيه لهالامور. من هالسبب دعيت انا لاجتماع بين الهيئات العماليه والهيئات الاقتصاديه ونعمل نوع من طاوله مستديره في السراي تستمر عدة أيام وتكون متخصصة بكل المواضيع ويكون بشاركوا فيها كل الوزراء المعنيين بالأمور الاقتصادية لحتى نطلع بتصور على القليل مشترك نشوف إذا في أشياء لازم تتاخذ هلأ وبطريقة فورية، بس اللي عم تفضلوا تقولوا بدأ إعادة نظر بكل الأمور صحيحة. دولة الرئيس، سؤالي مش كتير بعيد عن الالتزامات الحكومة. اليوم مش كل لبنان هو هيئة تنسيق نقابية، هناك شرائح أخرى تنتظر لفتة الحكومة، واليوم بلدات بعلبك البقاع والهرمل عم يشهدوا أول خطة انتشار للجيش، هي أولى من نوعها يعني يمكن بكل تاريخ لبنان هلأ بالعهد الجديد. فشو لفتتكم مقابل هالترحيب للعشائر والوجهاء بكل هالبلدات، بلدات بعلبك الهرمل والبقاع، مقابل هالترحيب بالجيش وفتح زراعيهم للجيش؟ شو الحكومة اليوم شو رح تلتفت لهم بهذا الموضوع وهن ناطرين الانماء ومع الامن؟ بعتقد انه الحكومة كانت سباقة بهالموضوع وخاصة بالمشاريع الزراعية اللي عم تقوم فيها بكل المناطق النائية، فنحن في عدة مشاريع أقرت بما يتعلق بالزراعة وهي مخصصة للمناطق والمناطق النائية من عكار بعلبك الهرمل بعض المناطق في الجنوب، فالحكومة موضوع البقاع موضوع شبندر السكري، عندنا موضوع البحيرات اللي أخذ فيها قرارات ببناء البحيرات الموجودة البرك المياه، عندنا موضوع دعم كل أمور المتعلقة بتربية البقر وخلافة، كل هالأشياء تاخدت موازنة وزارة الزراعة من أكبر الموازنات صارت بوقت اللي كانت بالماضي كانت بوزارة ثانوية،
اليوم أنا بعتقد صارت من الوزارات المهمة لأنه عم تساعد جدا وخلال فترة زمنية ما عم نقول الدعم كامل لأن احنا أنا مش من أنصار سياسة الدعم لفترة زمنية معينة لحتى هالأشياء الزراعية توقف على إجريها ويقدروا يكملوا فيها الماضي. جيش ما بده يدخل بأي منطقة بلبنان مش بيكون إلا مكان ترحيب كامل وهذا شيء طبيعي إنه أهلنا بعلبك والهرمل وكل المناطق الأخرى وبالشمال إنه يرحبوا بالجيش اللبناني وهذا أدنى يعني هذا الجيش اللبناني هذا دوره وبعتقد كل الأبواب مفتوحة له على الأراضي اللبنانية. دولة الرئيس تعليقا على موضوع الضرائب، حضرتك قلت انه الضرائب لا تشمل بطريقة مباشرة ذوي الدخل المحدود او يعني متوسطي الحال، ولكن كمان في يعني الناس اللي مرتاحين اكثر يلي هن مثلا اصحاب اليخوت، هيدول ما بيدفعوا ضرائب عندما يشترون هذه اليخوت. هيدي نقطة بدي اسال كمان بالشق السياسي، يعني بالامس كان الاخضر الابراهيمي هنا، كان موضوع اكيد الأزمة السورية، ولكن ماذا عن المواجهات اللي عم بتصير او الاعتداءات اللي عم بتصير على الحدود اللبنانيه السوريه من الجانب السوري؟ الحقيقه امبارح صار في بحث كمان مجلس وزراء بهالموضوع، يعني مني عم بفصح عن كلام مجلس وزراء عن انه الضرائب على الاشياء الكماليه او الليكسيو تكون كماليات. فعطى احد الوزراء مثل اللي عم تفضلي وتقولي انه لازم ينحط ضرائب اضافيه على اليخوت، فأحد الوزراء الآخرين قال له ساعتها بيروحوا كلهم بيتسجلوا بقبرص، فشو اللي حيتو يتسجل هون؟ بيجي على لبنان وبيرجع بيروح على قبرص وبيخليه صافه بقبرص، لأنه كانت بالزمانات في ضرائب على اليخوت هون وخفضت بفترة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خفضت قصد لجلب اليخوت على لبنان وخليها تحط اليخوت بلبنان وتشغل بحارة وتشغل ناس. بس هيدي اذا زادت ما 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 بتجيب الواردات الكتير كبيره. بس نحن زدنا على السيارات، يعني واحده من الاشياء المطروحه هي زياده فقط القيمه المضافه من 10% القيمه المضافه اليوم على السيارات ل 15%، زدنا 5% على السيارات. هذا برجع بقول ما زدنا، هذا المقترح، انهينا كل شيء، ناطرين نشوف المشاريع القوانين حتقدمها وزاره الماليه لحتى على ضوء يكون قرار النهائي. ماذا عن موضوع يعني الاشتراكات اللي عم تصير على الحدود؟ حتما نحن استنكرنا وبلغنا بلغنا السلطات السورية عن إدانتنا لهالمواضيع اللي عم تصير على الحدود اللبنانية، ودائما في تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري عن المواضيع وعم تنحل على الأرض بصورة سريعة. هل أنتم مصدر تحريك قلبي الجيش عم ياخذ كل الاجراءات اللازمه وهيدي امور عسكريه، سحب فرقه من الجنوب من فتره وهي بين الشمال والحدود الشرقيه. بتعملوا شيء بعد؟ عندي سؤال ثاني على الحدود، معلش بعد اذنك. في عندنا مشكله كبيره بالحدود السوريه، يعني في اليوم معلومات عن انه اطراف حتى ايرانيه معارضه ايرانيه صارت عندنا بالشمال لبنان، ما في عندنا شيء مؤكد بالموضوع. شو عندك معلومات؟ ما عندنا معلومات بهالموضوع، صراحة ما عندنا معلومات بهالموضوع. طبعا وإذا بكون عندنا المعلومات نحن عم نقول لبنان بدنا نبعده عن الساحة، وما يعني أنا بس وقت عم نجي نحن نقول للمشكل تعال عنا، ما عم نشوف شو عم بيصير بي 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 بالمناطق، ما عم نشوف شو صار بمدينة حلب، ما عم نشوف بهالمناطق تانية. هل نحن جيلنا بيشوف ثلاث مرات حروب بهال بجيل واحد؟ فأنا ندائي لكل اللبنانيين رجاء نبعد هذا الكأس عنا قد ما فينا، وهذا نحن عم نشتغله وعم نجرب أنه نكون دلنا محافظين على الاستقرار وأن لا ينقل هذا الكأس على لبنان. شكرا لكم. إذن مشاهدينا استمعنا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال بداية إن السلسلة أقرت في أيلول الماضي وبدأ السريان في 1/7/2012 مع مفعول رجعي، فبالتالي المستفيدون لن يحرموا من أي شيء. كما أقرت الحكومة في شباط الماضي غلاء المعيشة وبدأ التسديد في آخر أيلول، فبالتالي لا تقصير من أي جانب ولا مماطلة ولا هدر للوقت، وقد بدأ البحث في الواردات التي تأمنت بجزئها الأكبر، كما تمت دراسة التقسيط مع الموافقة عليها وحمايتها من التضخم.
أضاف الرئيس ميقاتي صحيح أن هناك إضراب، ولكن مع استقرار نقدي يمنع الانهيار من أن يحصل. نحن نكترث للإضراب ولكن ندعو للمسؤولية، ولسنا مستعدين لتعريض الوضع النقدي لأي مخاطر، والإضرابات والخطوات السلبية لن تؤدي إلى أي مكان. ختم الرئيس ميقاتي: هناك ارتدادات يجب أخذها في عين الاعتبار على الاقتصاد وعلى البلد. تفاصيل إضافية في نشرة بيروت اليوم بعد قليل. إلى اللقاء.